السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمكنت عناصر الشرطة بأمن ولاية تيارت من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك في أحد الأسواق بحي المنظرة الجميلة بعاصمة الولاية. وجاءت هذه العملية إثر استغلال معلومات تلقتها عناصر الأمن، وبعد مداومة السوق برفقة عناصر النظافة والتطهير تم اكتشاف الكارثة، إن عثر على كميات كبيرة من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك وسط صدمة كل المواطنين والذين كانوا يرتادون السوق، أين تم تعبئة هذه اللحوم في شاحنة البلدية وتوجيهها من أجل إتلافها. وللإشارة، كانت عناصر الشرطة منذ أيام وفي بداية الشهر الفضيل قد اكتشفت محل سري بحي بوزعرورة بذات الولاية يحوي كميات هائلة من الدجاج الميت وحمار مسلوخ كانت موجهة للبيع، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.